وبنكفي معكم اكيد وبننتقل لورشه ملاح وفقره المطبخ لعند هانيا ونبلش بالسويتس. وصفتي الاولى لليوم رولا هي فوغي بلانش. وي هي لا 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 احتفالات احتفالات ارحميهم للمشاهدين خلاص كل النهار للي ما عرف انه اليوم عيدك يعرف هلا طيب وانا ب 18 شباط حكون موجوده على الهواء لاختار الدنيا الجميل نحن اساس اكواريوس جيرلز وصفتي لليوم الاولى هي الفوري بلانش فوري بلانش جاتو كثير معودين عليه بناكله اون فوري نوار اليوم حبيت اعمله مع فواكه مزينته بفواكه كثير مهضومه على وجهه لحتى غير شوي بشكله وصفتي هي بدايتها مثل جينواز كثير عاديه عندي اربع بيض بدي اخلطهم مع نص كوب سكر كثير منيح لحتى يصير في عندي موس بيضة حبيت بدل ما احط فانيليا اليوم حط عليها برش حامض حاخلطهم كثير منيح بهالوقت بدي احضر ملعقة بيكنج باودر اخلطها مع الطحين منيح قبل ما اضيفهم على الخليط شو ححضر لزينة الفوغي بلانش اليوم عندي اناناس طازة للناس يلي حابة تزينها معي بالاخر وتبلش وصفتها معي هيدي الاناناس قشرناها بس ما شلت القلب فيها لانه بعدين بدي اقصقصها على شكل قلوب ونعمل وجهه للجاتو مثل ارانجمون حتى حاخبزه بصينيه على شكل قلب واللي ما عنده صينيه على شكل قلب تابعوني اليوم بالحلقه وشوفوا كيف فينا نعمل قلب حتى بدون ما نقصه بطريقه كثير سهله عندي كمان كيوي وعندي فريز الفوغي بلانش حتكون كريم فريش مع سكر بودرة كمان حنعملها سوا حزيد الطحين واخلطهم مثل الجينواز على ايدي لحتى ما اخسر الفوليوم يلي عطيته للبيض مثل ما دايما منقول من تحت لفوق لحتى ما نخسر الهواء يلي حطيناه بالبيض منحمي الفرن ومنحط الصينيه بالنص لحتى ما تلطع قبل ما تستوي في كمان شغلة أساسية لازم نحضرها لهيدا الكيك هي السيرو أو القطر لأنه الفوري بلانش معروفة أنه لازم تكون الجينواز تكون كتير جوسي تكون متشتشة ونحس بطعمة العصير أو بطعمة الفواكه سو أنا ححضر قطر عادي يعني عندي كوب مي ونص كوب سكر حسخنهم على النار لحتى يصيروا هيك يدوب السكر اكيد ما يعمل قطر سميك وفينا ننكهن باي عصير نحن بدنا بلش الخليط يصير جاهز عندي ححضرهم ححطهم بالصينيه ونبلش نحضر القطر سوا ما فينا نسقي الجينواز إلا ما القطر يكون بارد يعني لازم وصفتنا دايما القطر نبلش فيها هي والكيك بالفرن هيدي منا مثل مثلا الجاتويات التانية يلي لازم تكون سخنة لحتى تشربها لا بالعكس هيدي لازم تكون القطر مسقع الفكرة انه بس بده يكون دايب القطر حبلش حضره
ححط الكيك بالفرن على درجة حرارة 180 درجة بالنص، ما بياخد ابدا وقت. الطريقة المثلى انه نحن ننتبه على الجاتو بالفرن هي انه ننطر 20 دقيقة اذا كان فرننا كبير، او 10 دقائق اذا كان فرننا صغير لانه بتصير الحرارة كتير مركزة بقلبه. منحط كوردان او سكيور او اي شيء رفيع لازم نشكه بنص الجاتو حتى ما يكون الطرف استوى اكثر من النص. والشغلة الكتير اساسية، اذا كنا عم نعمل جاتو ابيض مثل اللي انا هلا عم بعمله، جينواز بيضاء او جاتو بالفاني، حسينا انه لونه صار ذهبي من برا وبعده ما استوى منيح من جوا، نقدر نغطيه بورق الومنيوم او بورقه خبز، هيك الحراره بتضلها بتجمع جوا وبيستوي، ما بقى بياخذ لون من برا. هيدي شغله كثير مهمه والناس دائما بتسالني عنها هن وعم بيخبزوا جاتو، لانه مرات بيلطع الوش وبيضلوا من جوا مش مستوي. حضيف السكر، نص كوب سكر على القطر، وححركن لحد ما يدوبوا، مش لحد ما يسمك القطر. فينا نضيف عصير اناناس، فينا نضيف عصير برتقان، بتعطي نكهات كتير طيبه. واذا كنا بدنا نحشيه بسلطه الفواكه يلي منجيبها علب جاهزه، العصير يلي بيكون فيها بيكون كمان بيعطي نكهه كتير طيبه. حنرجع لعند رولا ومنشوف بالاخر وصفتنا كيف بتكون. رولا ثانك يو لك هانيا، ورح نرجع لعندك اكيد مع عده وقفات. اما هلا رح نكون مع عامر بي اي نو وتاتش لاب. صباح الخير. الحلقات اللي عم نحكي عنها هالفتره هي حلقات بيورلي انوفيشن، عم نحاول قد ما فينا نركز على مواضيع الانوفيشن. نحن اليوم بتاتش لاب عم نحكي عن الجيمينج اندستري بلبنان وعلاقتها بالانوفيشن. هالشركه هيدي اللي هلا حنتعرف عليها سبق واستقبلناهم كذا مره ب اي نو، شفنا البورتفوليو الكبير طبعا، الالعاب الرائعه، الافكار الحلوه، الاصوات، الجرافيكس يلي كلهم عملوا شغل البيت عندهم وقدروا ينافسوا فيهم لوكلي وانترناشونالي، والبلوتس تبعوا الالعاب كثير حلوين. رح نتعرف اليوم مع شباب جيم كوكس مره ثانيه على البورتفوليو طبعاً يلي كنا نحن شفناه بالأشهر السابقة والسنين السابقة، وكمان شو مخبيينا من terms of innovation وأفكار حلوة وريادة أعمال بالأسابيع اللي جاي والأشهر اللي جاي كمان. لهالموضوع عم استقبل لبنان وسيرج، صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. لبنان، يعني خليني أقول أنه ما قادر كثير أعرف على جيم كوكس لأنه صراحة شهادتي مجروحة معكم، وما في مرة كان عندكم ريليس إلا ما كنا عم نحكي عنه بأينو قبل الكل، وعم بلعبه قبل الكل، وكان عم بيكون بيورلي الباشن إنه أنا عم بلعب لعبة كتير حلوة من اللي بعملهم داونلود من اللي هني طب بالعالم، بسفرت لبنانية، بإنوفيشن لبنانية، بجرافيكس، بأصوات، بأفكار، كمان هون أصوات اللي بيشتغلها أرز خياك والأفكار الحلوة اللي بتشغلوها كلياتكم. ذكرني شوية، ذكر المشاهدين لأنه أنا ما قادر بقى أذكرهم، أنت بتقدر تذكرهم قديش بورتفوليو جيم كوكس كبير. أول شيء مزبوط، نحن كل ما عملنا لعبة أول شخص كنا نطلع معه هو أنت، وأول فيدباك بيجينا منك، سو ثانك يو على هيدي. بالعكس، نحن عامل بلشنا من 4 سنين ونص تقريبا، بلشنا أنا وأرس كنا فريق كتير متواضع، رجع انضم لنا شخصين بالديفلوبمنت وبالتكنيكال، ومن وقتها كانت الفكرة يلي بعدها لحديت هلا بدنا نعمل لعبة نحن بنحب نلعبها، ما بدنا نعمل لعبه تعمل نجاح معين او منطقه معينه، بدنا نعمل لعبه نحن بنحبها. وبالفعل انتم بتقعدوا تلعبوها، يعني مش انه يعني بشوفكم كثير مبسوطين، في باشن انتم عم تلعبوا هاللعبه بين بعض. اذا عملنا لعبه وما طلعنا كثير حابينها او بنحب نلعبها وبنحب نتحدى بعضنا فيها، صارت معنا مرتين انه نوقفها للعبه، حتى لو خسرنا شهر او شهرين بالديفلوبمنت تبعها، نوقفها ونزيحها على جنب. خلص. يعني الفكره هي دائما كانت وبعدها بدنا نعمل شيء نحن بنحب نلعبه، وبنعرف انه العالم يلي مثلنا راح يحبوا يلعبوها. سو مثل ما كتبوا من 4 سنين ونص تقريبا بلشنا، وصار يكبر الاكيب، صرنا هذا اكثر من 18 شخص عم يشتغل فول تايم على الجيمز تبعنا، وطبعا مع الوقت تطورنا وزدنا ديبارتمنتس، مثل سيرج وقت بلش معنا مثلا بلش يهتم اكثر بالموسيقى وبالساوند افكتس وبالفيجوال افكتس. شفناهم باخر ريليسز الالعاب كان في
مور ميوزك بالباك جراوند. مزبوط. وفتنا شوي اكثر على ال 3D، يعني مع الوقت تغيرت اذا بدك الكواليتي تبع الالعاب تبعنا. اوكي. وتغير الدبث تبعهم. كنا نعمل قبل العاب اكثر اورينتد للعالم العربي، نفهم كيف بيفكروا كيف بيحبوا، ونحن كنا نحب نلعب هالالعاب. بس وصلنا لمرحله لقينا انه عبالنا نوسع شوي هالتارجت تبعنا، ما بدنا بس العالم هون، طبعا بدنا العالم بال 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 بالميدل ايست بالشرق الاوسط يلعب العابنا، بس بدنا كمان العالم وين ما كان يلعبوا. بس مش معناته ما نجحوا هدول الالعاب، بس نكون يعني نكون واقعيين مع المشاهدين انه هدول الالعاب هن اللي عملوا هيتس وهن اللي نجحوا. اذا بدك لانه عملوا هيتس ونجحوا كبرنا التارجت اودينس، يعني كانت الجروث باترن هيك. اذا بدك بقى وصلنا هلا لمرحله عم نعمل العاب شوي اكبر، عم تاخذ وقت اكثر، عم تاخذ ريسورس اكثر. يعني قبل كنا نعمل لعبه بثلاث اشخاص اربع اشخاص، هلا صار في اكيب، يعني حال لوقت عندك 12 ل 15 شخص عم يشتغلوا فول تايم على لعبه تطلعوها، وعم نلاقي نجاحات كتر خير الله، عم نلاقي نجاحات برا كمان سبيشلي بامريكا. اوكي. مبسوطين بهيدي الشغله لانه عم ندرس ماركت جديد، والماركت الامريكاني هو ماركت كثير كبير. يعني طبعا بسبب النجاحات كان في كذا مره محاوله لاكوزيشن من كذا شركه، مش هيك؟ حاولوا يشتروكم، حاولوا صار عندنا اذا بدك اوفرز، يعني ما كان في شيء محطوط على ورقه وقلم يعني، بس انه كان في كثير اوفرز، كان في كثير محاولات استثمار، كان في كثير محاولات نعمل شير للاي بي، يعني نعطيهم لعبتنا يحولوها هيدا. أوكي. لحديت هلا مبسوطين كتير، يعني المستثمرين اللي بلشوا معنا بأول طريق بعضهم حدنا لحديت هلا، وقت عم نعوز عم يدعمونا، أنا موجه لهم تحية كتير كبيرة. أكثر حالا نحكي بسياق الحلقة هلا عن الفيوتشر بلانز اللي عندكم، وشو مخبيين لنا ان ترمز اوف، لأنه أنتم بكون تكبروا بعد أكثر. مخبيينكم قصص كتير حلوة. هيدي، بس قبل ما روح مع ساج وأتعرف شوية هيك على مجموعة من الألعاب لنرجع نذكر المشاهدين، أكيد من هالتذكير هذه كمان في مشاهدين بيقولوا يي كنت ألعبها وحبها بس يمكن غير تابلت، غير تليفون، نسي يرجع ينزلها، فهلا نعطيهم تشانس يرجعوا ينزلوها يلعبوها من أول جديد. عندي سؤال سريع، كم لعبة في بالبورتفوليو تبعكم؟ حالياً عامر لايف على الستور على أبل وعلى جوجل عندنا 14 تايتل، سو 14 لعبة. في لعبتين هلا موجودين على الستور بس بعد ما اطلقناهم. اوكي. ب 28 جانيوري نطلق او وحده منهم، وبأندو فبراير نطلق الثانيه. اوكي. والتيم هلا عم يشتغل على لعبه جديده كثير حلوه، بكره بدي خبرك عنها تحت الهواء، اعطيك شوي. اوكي ديفنتلي. كلها. يعني اذا بدك ان توتل من هون لفبراير بيكونوا صاروا 16 لعبه موجوده على الستور. بظرف 4 سنين ونص. بظرف 4 سنين ونص، نعم. ومثل ما شرحت من التيم اللي كان صغير واللي هلا صار حوالي 18 واحد. سيرج اهلا وسهلا فيك مره ثانيه، دائما يعني انت مش اول مره عم تطلع معنا باي نو، ومش اول ديمونستريشن عم تعمل لنا اياه على الاشياء الحلوه يلي عم تشتغلوها. اذا بدك قبل ما اشوف معك الديمو بشكل سريع، سيرج خبرني شو الادد فاليو يلي ضميته للفريق بعد ما انضميت لجيم كوكس. اول شيء بونجور عامر، اهلا وسهلا فيك. انا اول ما فتت مع جيم كوكس انت على اساس فيت از ا 2 دي ديزاينر، بس انا موسيقى عجنة. صح. سو حكينا بالموضوع قلنا انه ليه ما بجيب شويه اكويبمنتس وبلش انه علي شوي مستوى الموسيقى، ونحن ما نجيب تراكس ونحطهم او نجيب قصص نشتري الحقوق تبعها ونحطها، نحن فينا نعمل مثل ما نحن عم نعمل العاب تبعنا، فينا نعمل نحن الموسيقى والساوند افكتس تبعنا. اوكي. صنع اكزاكتلي الانفسس انه جيم كوكس از ميد ان ليبنون 100%، يعني كل شيء، يعني المواهب موجوده والاكوبمنتس بتتامن، فواي نوت. اوكي. فجبت الاكوبمنتس وبلشت اشتغل كل لعبه من بعد ما نحكي بالديزاين والديفلوبمنت ونخلص الفيل تبعها ككل، بلعبها انا شوي بلش استوحي منها كيف لازم تكون الموسيقى، وبصير حط ونغير، حط ونزيد ونعمل، واكيد ما بيطلع شيء غير ما يكون الكل راضي عنه 100%. اصلا انا بعرف انه اذا مش كلكم موافقين على السبيريت تاعت الجيم او الليفل اللي وصلت له، ما حدا يعني ما بتنزلوها للجيم، ما بتمشوا فيها. مثل ما قلنا لازم الكل يكون عم بيحب يلعبها، تو ذا سمولست ديتيل، لاصغر ديتيل، مش هيك؟ طيب سيرج فرجيني شوي، يعني خلينا نبلش اذا بدك بريفرس اوردر، يعني من اخر لعبه حكينا كنت انت عنا بعالم الصباح، حكينا عنها اخر لعبه لعبناها عندها كانت بولي بلاست. بولي بلاست عملنا اللانش تبعها من شي شهرين ورجعت ونزلته ابديت لها يلي كان ماتش انتسيبيتد. مزبوط. خلص بسرعه اول ليفلز انا على كريسمس نزلنا الابديت تبع. صح. كريسمس. صح. بس هلا ناطرك ابديت بعد. ايوه هذا الابديت اللي بحكي عنه ب 28 الشهر. اوكي. رح يكون في 60 ليفل جديد.
زدنا كثير من الاركيد. كنا عم نحكي قبل ما نطلع هلا على الهواء على الريترو جيمز وعلى النينتندو وعلى الاتاري. كثير استوحينا من هيدي البارت بالوقت يعني. والديزاين تبعها كثير رح يعجبك خاصه لك يعني. المايلستون تعيتي هلا ناط الابديت تبع بولي بلاس الا اذا لبنان بيعطيني اكسكلوزيف شو بقولوا فيرست هذا جلمس على بدنا نقول للشاب المسؤول عن تكنيكال ديبارتمنت خلص بسرعه. لازم نقول له جوزيف خلص بسرعه. قول له جوزيف جوزيف اعطيني اللعبه قبل ما تنزل لايف. جوزيف خلص بسرعه مشان ناخذها منك قبل ما تنزل لايف. وانتم اول ناس عم بتشوفوا اللعبه بهيدا الريفر تبعها. موجوده هون؟ نعم. طيب هلا انت رايح اترك لي التابلت بكره مرق. طيب اوكي في اترك لك اياها بس ما تلتهي عن شغلك. ماشي اوكي مثل ما نحن بنعمل. بس لك ما تخبرش لبنان. اوكي لا انا بعرف شو عم يصير عليكم بالمكتب. بعرف هلا حنحكي. فانا مذكر انه بولي بلاس هي اخر ريليس لكم لبنان وعملناها مع الوزير السابق صح يلي هي اشتغلتوها مع الوزير السابق نيكولاس حناوي يلي بنوجه له تحيه كمان اكيد بنوجه له اكبر واللي كان كثير مبسوط منها للجيم باي ذا واي. كنا مبسوطين نشتغل معه لانه سيرج انت عمول الدمو. اوكي نيكولا انسان كرييتيف وانسان كثير محب للتكنولوجيا بنوجه له تحيه اكيد بقى حنعيش الصوت حنعيش الصوت والصوره مع سيرج يلا اكيد فكره اعطينا فوليوم على الاخر سيرج كلام عينك. هو بعده عامل اذا بدك زدت الكونسيبت تبع اللعبه بس تغير الديزاين كله. زدنا افكت زدنا كثير باور ابس زدنا كثير تشينجز كثير صعوبات وكثير اوبستكلز. بس الكونسيبت الشوت ستريت شوتر بعد ما نقول للمشاهدين هلا لانه هيدي اللعبه عم يلعبها ساج هي 100% شغل لبنان 100% شغل يعني عطوا انتم عملتوا برين ستورمينج مع الوزير صحناوي مزبوط وطلعتوا بهاللعبه الرائعه. بنفس الوقت كمان بنقول للمشاهدين معلش وزير صحناوي كمان نزلكم شيء سوربريز على المكتب اعطيناكم تقعدوا تلعبوا فيه هلا. ماشين اركيد اركيد قديمه سو بعد ما يخلصوا الشباب بيوقفوا بالدور اوقات قبل اوقات قبل ما يخلص قبل ما يخلص دوام دوام تلاقينا نعملها بشويه فهيدي بولي بلاست سيرج خلص فينا ننتقل للعبه ثانيه. مبسوط سيرج ايه خلص فينا ننتقل كمان جيم ثانيه عبما ننتقل للجيم ثانيه بنوجه تحيه اكيد لوزير نيكولاس حناوي لانه كان دائما عم بي يعني منكم وغير كمان اكيد بشجع مشاريع عم شجع ستارت ابس طبعا. اوكي شو هي هلا؟ رح فرجيكم لعبه هي على ستور موجوده هلا كمان اللي هي كوباما اللي هي هلا بأيد التطوير كمان يعني عم نشتغل عليها تنعملها ريفامب مثل ما عملنا ببولي بلاست. اوكي كمان هيدي حينزل ابديت لها سون قريبا جدا. اوكي هو ما هي عباره عمر عن مستوحي من تترس بس ريفيزيتد. اوكي بدل ما تكون عم تنزل تترس هيك انت رايح لعالم 3 دي وعندك الوولز قدامك بدك تغير هذا تقطع بقلبهم. اتس ا فيري نايس جيم اتس ان اندلس جيم والعالم فيها تقارن السكور تبعها وين وصلوا مع غيرها بكل العالم انترناشونال يعني. وهيدي فيها فكره مهضومه وقتها بلشنا نحن نعملها التستنج ونلعبها جبنا سكورات عاليه وكثير انبسطنا بحالنا. اول ما نزلت اللعبه على الستور في عالم بقدر انا من اليابان من اليوزر نيم تبعهم لانه جابوا سكورات تايم ستانش ونحن كنا جايبين باول نهارين بقى حسينا قد ايه نحن شوي بعاد بنيفو اللعب عن المستخدمين تبعها. بس نفس الوقت عم بيكون في تقبل لها بكل البلاد يعني. طبعا طبعا. طيب سيرج هدول اخر لعبتين نحن شفناهم اخر من البورتفوليو تبعكم اللي هو بيضم حوالي 16 لعبه حاليا وحيصير 18 فيري سون 14 16. بشكل سريع لبنان شو مخبيين مفاجآت وشو المشاريع اللي جاي لكم بالاشهر القادمه؟ نحن هلا كان في اليوكي تك هوب اكيد بتعرفيها كانت شركتنا من الشركه اللي ربحت طلعها على انجلترا على لندن بقى لارا موجوده حاليا هونيك وتوني كمان هلا راح يقعد معها في كم كونفرنس عم يحضرون. هو ست تريننج ست شهور نتعلم من خلاله كثير قصص خاصه بالستارت اب بالجيمنج بالاندستري وكذا. من بعد ما نخلص من هذا البروجرام رح نطلع من الاراد على كاليفورنيا. عم نخلص هلا الاوراق الليجل والديتيلز كلها تكون صار لنا بريزنس بسان فرانسيسكو. مثل ما بتعرف عامر سان فرانسيسكو هي يعني الكابيتال تبع سيليكون فالي فوالا بقى الله راد بتاني كوارتر من 2016 بنكون هون كيف بكون صار لنا بريزنس. بدنا ندرس الماركت بدنا نستوحي من الماركت بدنا نجرب نضم لفريقنا عالم من برا
بتاع سان فرانسيسكو مش كلها بس من امريكا طبعا في من كل العالم تنستوحي منه تنشتغل كلنا سوا تصير صناعه لبنانيه وصناعه امريكانيه بذات الوقت تنطلع بعد بكواليتي احسن برافو. ونفوت برافو. على الماركت اكثر بتمنى لكم كل التوفيق برافو عليكم ميد ان لبنان جيم كورس بشكركم وكيب ات اب يعطيكم الف عافيه ثانك يو فيري ماتش هذه كانت حلقتنا اليوم مشاهدينا نحن بنشكر اكيد تاتش لاستقبالنا لنا بتاتش لاب هالفاسيليتي الرائعه يلي دائما بحب اذكركم باخر حلقه انه تنزلوا تزوروها وتتعرفوا على ديفرنت سيرفيسز والامور اللي بتقدر تقدم لكم اياها هيدي الفاسيليتي اللوكيشن هيدا وانا بتلقى اياكم الاسبوع الجاي كمان بافكار حلوه وبمشاريع جديده وخاصه انوفيتيف ميد ان لبنان بعينه شكرا لك عامر رح نتوقف مع فاصل اعلاني ومن بعدها رح نكون مع الساينس اولمبيكس كومبيتيشن وهي المسابقه يلي عم بيقوموا فيها بجامعه رفيق الحريري فما تروحوا لبعيد